إخوان أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معي مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد. بدون إطالة بدون مزايدات، جات الفرصة باش نهضروا على هذا الموضوع خصوص السوق السوداء ديال الرانديفوات. ماشي شي حاجة جديدة، ماشي هذا هو الموضوع اللي غادي نهضروا عليه، وإنما جا في السياق ديالو. بزاف ديال الناس خليتوا لي تعاليق، خويا هضر لينا على المشكل ديال القنصليات ديال الطاليان. كما قلنا كنهضروا على السوق السوداء ديال الرانديفوات، لا الناس اللي باغيين يديروا التجمع، ولا الناس اللي باغيين يخرجوا كاع سياحه من المغرب، ولا حتى الناس اللي طالبين مثلا لوالديهم لعائلاتهم شي حد من العائله ديالهم ديك الاعراض، ما يسمى بالاعراض. المهم على العموم ما كاينش الرانديفوات. انا من الناس اللي متضرين في هذا الباب، هذا الام ديالي دافعين لي اعراضات حنا باش عندنا في اسبانيا، وما كاينش الرانديفو اللي فيها الفلوس. ما عرفناش هاد الشبكات اللي متحكمين في السوق كما كيتحطوا الرانديفوات كيطيروا، واش هادشي منطقي؟ واش داكشي يعني كاين يعني الا بغينا نقولوا يد خفيه من داخل السفارات ولا من داخل المواقع اللي كتسير يعني هذا النظام هذا ديال الرانديفوات؟ على العموم الموضوع كثار من هادشي اللي غادي نهضروا عليه. لاحظوا معايا الموضوع اللي غادي ندويو عليه هو هذا. السفاره الايطاليه في هذه الحاله، كنتكلم على السفاره الايطاليه بالمغرب، تتخلى عن خدمات شركه هاد تي ال اس كونتاكت ماروك، اللي هي اللي كانت كتنوب الى بغينا نقولوا على السفارات ديال ولا القنصليات ديال الطاليان في المغرب كامل، يعني في الطلب ديال الفيزا. هذا الخبر اللي كتلاحظوا معايا حطته زنقه 20، كتقول اعلنت السفاره الايطاليه في الرباط والقنصليه العامه الايطاليه في الدار البيضاء في بلاغ عن تغيير شركه الوساطه منح الفيزا. وحسب بلاغ القنصليه العامه الايطاليه بالمغرب، فانها نقلت خدمه اصدار تاشيرات الدخول الى ايطاليا من شركه تي ال اس كونتاكت قلنا ماروك الى هاد الشركه هذه اللي كتشوفوا معايا اللي هي او في في وورلد ويد، احد فروع واحد الاف او في اف اس جلوبال. على العموم هاد الشيء منين جا؟ وعلاش هاد السفاره ديال الطاليان دارت هاد البيان وحطات بانها غتخلي على الخدمات ديال هاد تي ال اس اللي كانت الوسيطه اللي كتعطي للناس المواعيد وكذا؟ لان كما قلنا كاين واحد الفضيحه اللي تكشفات مؤخرا ان كاين فيها التجسس على المغرب. حنا غادي ندوزو باش نشوفو كلشي خطوه خطوه. الاخوان هما ما بغاوش يمشيو للجران كما نقولوا بالدارجه، ما بغاوش يمشيو لداكشي مباشره، وانما يعني قالوا بان هذا التغيير هذا ها علاش وعلاش. كما كتلاحظوا معايا مثلا كيقول لك وقالت السلطات الايطاليه ان التغيير ياتي التزاما منها بتوفير خدمات اكثر كفاءه وسرعه في اطار الاصلاحات الاداريه التي تقوم بها وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي الايطاليه يعني في السنوات الاخيره. وذكرت انها سبق ان طرحت مناقصه الاستعانه بشركه مختصه في الأنشطة المساعدة لإصدار التأشيرات، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم تسليم الخدمة للفائز اللي هو في هذه الحالة كما قلنا هذه الشركة الجديدة هي وورلد ويد. يعني العوض فاش كانوا مثلا مع هذيك تي ال اس ماروك، فدابا داروا بحال ذاك الشكل ديال القرعة واللي شكون الشركة اللي جات فيها، وإنما الأمر كثار من هذا الشيء علاش مشاو وغيروا من هذه الشركة. لاحظوا معايا. وأضافت اللجنة أن الشركة المذكورة تقوم بإرسال منتظم، لاحظوا هذا هو الفضيحة ولا هذا هو الكارثه اللي وقعت فيها هاد الشركه اللي ما يسمى بالتي ال اس ماروك كونتاكت، اللي كانت كتوسط يعني للناس اللي باغين فيزا ديال الطاليان مع القنصليات ديال ايطاليا، اللي كانت كترسل كل 5 دقائق صور، يعني صور مقتطفه يعني كما قلنا من التسجيلات من الكاميرا ديالها، كتصيفط صور برا لواحد المؤسستين يعني حكوميتين، جوج ديال المؤسسات تابعين للحكومه كتصيفط لهم التصاور. علاش؟ يعني هنا الا بغينا نفهموا ان هذا الا بغينا نقولوا تجسس على المغرب. كتلاحظوا معايا كتقولوا سيدي متواجدنا بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتاكيده من طرف المسؤول عن المعالجه دون اشعارها بهذا الارسال، مما يعتبر ولا يعتبر مخالفه في حد ذاتها طبقا لمقتضيات الباب 7 من القانون رقم 80/2009، ويعرض صاحبه لعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعني المغرب كاينه مساءله ديال هاد الناس هادو، لان تبين كما قلنا كاين تصوير ولا كاين صور اللي كيهزوهم من دوك الفيديوهات وكيصيفطوهم الجهات الحكوميه اللي تابعه لها السفارات والقنصليات يعني ديال الطاليان. يعني كما قلنا هذا خلاصه القول هو تجسس. السوق السوداء دايره ضجه في المغرب، ما عرفناش شكون الراس يعني العقل المدبر اللي بغينا نقول اللي متحكم في السوق هذا. وكما قلت هادشي ما يمكنش غادي يكون يجي من عبث، يعني هاد الناس اللي غير كيتحطوا الرانديفوات في السيت
يعني كيطيروا وكيبقاو يبيعوهم ب 8000 9000 يعني 7000 درهم 6000 درهم 5000 درهم كلهم عام انطلاقه. يعني ما يمكنش هذا الشيء يكون هكاك عين جمل العابات، وانما كاين الناس اللي متحكمين في الدومين وهما اللي مخلين الباب مفتوح يعني لهاد الشبكات هذو اللي كيتحكموا في السوق باش يديروا اللي بغاو، وهما بطبيعه الحال حتى هما راه عندهم البارتي ديالهم، وهذا هو الشيء اللي باغين. يعني ما خصهمش ما في الصالح ديالهم ان هذا السوق استودات تحي، لانه هو ما غير بحواله. يعني هذا الشيء للاسف ما فهمش، يعني كل شيء كيغوت. انا دابا كما قلت لكم انا عندي مشكل ديال الام ديالي وراه نضيفو ما كاينش. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم قبل مثلا الفيديو هو هاد تي ال اس كونتاكت ماروك، بالنسبه للناس اللي كيهمهم الامر ديال الفيزا ديال الطاليان، باقا كتسلم الطلبات ديال الناس. كما قلنا حنا قوسين ملي شريو داك الرانديفو، باقا كتسلم يعني الرانديفو ديال عباد الله والطلبات ديالهم، على ما تبي على ما تغير ولا ما على ما تحط اشعار اخر جديد بان صافي راه الخدمات كلها تنقلات كما قلنا لهذاك الفرع اللي تابع لهاد الشركه اللي هضرنا عليها، يعني اللي بينت لكم اللي هي هذه او في اف اس جلوبال كما قلنا، اللي هو فرع تابع لهذا الاف او في اف وورلد ويد. المهم خلوا الفيديو الاخوان والاخوات هنا، ما تنساوش بارطاجوا لايك باش تعمل فائده. تحياتي لكم كاملين، نهاركم مبروك، السلام عليكم.